نكمل وناخذ مثال المثال الثالث في حالة انه احنا نحول البلوك دايجرام الى ايش؟ الى state space. هذه الحالة ايضا يريد منك example 3، قال لك find the state space equation of the system below. منطيك البلوك دايجرام مالتنا a زائد z على a زائد b. طبعا z و b كأنه constant، يعني z هو عبارة عن constant و b عبارة عن constant، لكن هنا عندنا الحالة شنو؟ عندنا حالتين، الحالة الأولى أنه اكو s بالباص، والحالة الثانية أنه اكو s مضروبة بs آخر في المقام، وبالتالي لازم نفكك هذا الـ two blocks، لأنه أنا كل واحد عند s هو عبارة عن بلوك. إذن الحالة الأولى بالـ partial fraction عملية رياضية، أنه أنا أفكك هذه الحالة بحيث أنه أنا أحصل أو أتخلص من الـ S اللي هو بالبسط. إذن كأنه أنا أجمع يعني S زائدا B على S زائدا B، أجمعها مع منه؟ مع S ناقصا B على S زائدا B. هنا أنا ما عملت أي شيء، بس أنه هي واحد، بس أنا أريد أختصر هذا البي مع هذا البي، وبالتالي يعني يصبح عندي يعني بهيش حالة كأنه هسه راح أضرب هذا في هذا، أضرب هذا الـ S كأنه هي عبارة عن واحد زائدا Z ناقصا B اللي هو الـ two constant على S زائدا B. فهسه إذا أضرب S زائدا B أضربها في واحد أجمعها مع هذا ترجعني على الحالة الأولى. إذن عملية رياضية هي partial fraction، تبسيط فقط، أتخلص من الـ S اللي بالباست. الحالة الثانية أنه أنا هذا لازم أيضا أفكك وأسوي 2 blocks، K على S هو عبارة عن بلوك، وواحد على S زائد I هو عبارة عن بلوك. بيش حالة يصبح عندي البلوك دايجرام الجديد هو عبارة عن هذه الحالة اللي هي أنه أكو واحد اللي هو هذا الفيدباك مجموع مع منه؟ مع Z ناقصا B اللي هو 2 constant هذول على S زائدا B. البلوك الثاني اللي هو واحد K على S، البلوك الثالث اللي هو واحد على S زائدا I. إذن صار عندي 3 state، إذن بالتالي أو 3 integer اللي هو واحد على S أو 3 box، راح يصير عندي بهيش حالة عندنا 3 state. الاك مثل ما اتفقنا x1 هو الاول، بعدها x2 من جهة الواي، و x3 بالنسبة للاوتبوت لكل بلوك. عدد الانتجر هو يساوي لنا عدد الستيت فاريبل، هو يساوي لنا عدد الانتجر او عدد الانتجريشن او التكامل اللي راح يصير، اللي هو احنا فرضنا كل بلوك هو عبارة عن تكامل، لانه واحد على s يعني لنا تكامل باللابلاس. إذن ناخذ الستيت الأول اللي هو الأوتبوت مالته على الأنبوت X1 على X2 هو يساوي الـ G of S اللي هو 1 على S. مننا نطلع المعادلة الأولى، وعندك الحالة الثانية عند ما البلوك هو K على S، الأوتبوت مالته شنو؟ X2. الأنبوت مالته هو مجموع X3 اللي هو مضروب بهذه، مجموع X3 مجموع الـ X3 هذا زائدا الواحد اللي هو جاي كأنه لوب من جهة الأنبوت مضروب الأنبوت ناقصا X1، ناقصا X1 مضروبة بمنه؟ مضروبة بالواحد، تجي لهنا هذا ضمن قوس، نجمعها مع الـ X3 تكون إنه عبارة عن الأنبوت لهذا، نقدر نسميها X4 يعني الأنبوت إلمن للجي اوف اس. منها نطلع ايش؟ الاكس او المعادله الثانيه. المعادله الثالثه الاوتبوت مالتها هو الاكس 3، والانبوت مالتها هو مجموع الانبوت ناقصا الفيدباك اللي هو الاكس 1، ايضا نطلع منه اكس 3 او المعادله الثالثه. باللابلاس انفيرس تطلع عندنا هذه المعادله اللي هي اكس 1 داش اكس 2 داش اكس 3 داش، والواي ينطينا البلوكس اللي هو هذا. بهذا الحالة احنا نقدر نقول انه احنا تعرفنا طريقة اللي هي
بها نحول الانبوت نحول البلوك دايجرام الى ستيت سبيس اكويشن بطريقه البلوك دايجرام، حيث انه انا اتخلص من كل اس بالمقام بالباص، احول كل واحد على اس هو عباره عن ستيت، وعدد الستيت يساوي لي عدد ايش، عدد الجي اوف اس او عدد الانتجريشن اللي هي الواحد على اس، ودائما نفرض انه الاكس 1 يساوي لنا واي. وشرحنا الحالتين او ثلاث حالات اللي هي تكون بها لما يكون الاس بالباص كيف اني اتخلص منه. بهذا الحال نكون غطينا كيفية تحويل البلوك دايجرام موديل الى الستيت سبيس اكويشن.